أما هلأ رح نفرد فقرتنا ومساحتنا لحتى نحكي عن اليوم الطفل يلي اليوم نحن ضمن المدرسة. كتير مهم نضوي على موضوع الصداقة إن كان بين زملائه بالمدرسة أو حتى أصدقاء من المحيط العام يلي بيحيط به طفلنا. قد اليوم دور الصداقة مهم نرمين؟ صحيح، موضوع الصداقة هو كتير مهم بحياة الفرد بمختلف الفئات العمرية رشا، ولكن صديق الطفولة ما بينتسى. قديش مثلا بعد سنين طويلة، بعد 20 سنة، بنضل متذكر بعض الأشخاص اللي كانوا معنا على مقعد الدراسة. صحيح، وبتحسي نوع من الحميمية وتاركين أثر كتير كبير، يمكن أكثر من كتير أشخاص ممكن نتعرف عليهم ويكون في صداقة بيناتنا. بعد حتى في مواقف اليوم الفيسبوك والمواقع التواصل، يعني في شيء ايجابي كثير فيهم انه نحن رجعنا التقينا. ولو يعني شفنا بالاسماء، يعني انت رجعت ذاكرتك لسنوات كثير، يعني فبتبقى هاي المرحله يمكن اسمى واصدق وابرأ المراحل بحياتنا. رح نحكي اكثر عن موضوع الصداقه والاطفال مع قد هي مهمه اليوم بشخصيه الطفل مع التربويه نغم طربي، اخصائيه تربويه نغم طربي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. تتذكري رفقاتك في المدرسه؟ المشاهدين اكيد طبعا، وبعدنا لليوم مع بعض، يعني هي مو بعدد الساعات اللي بنحكيها ولا بعدد اللقاءات، لكن بس نرجع كأنه مبارح بعدني شفتهم وما بعدت عنهم، يعني هدول الأصدقاء ما بينتسوا أبداً. تحية كبيرة لإلهم. يسعد صباحك عن جديد. ونغم، خلينا نحكي اليوم عن دور الصداقة بحياة الطفل. قديش اليوم مهم يكون للطفل أصدقاء هو ينقيهم بدون تدخل الأهل؟ أكيد، هي الصداقة بتفتح لنا أبواب متشعبة، يعني نحن دائما لما ببلش وبتعطينا كتير آفاق واسعة بعيد عن محيط الأم والأب. الطفل لما ببلش يكون صداقات، هاي الصداقة ما بيكون إلها تأثير كتير كبير بحياته، وإذا كان إلها تأثير بتزول بسرعة، يعني عم نحكي نحن تحت ال5 سنوات، مرحلة الطفولة المبكرة. بهي المرحلة الطفل بيكون بس بيرغب إنه يلعب، يلهو مثلا، يقضي وقت، بينسجم مع هدول الأطفال، بحب يكونوا موجودين معه وبيزعل إذا هن راحوا. هاي الفترة هاي ما فينا نسميها هون، ما بيقدر يكون صداقات حقيقية. لكن بعد ال5 سنوات هون تبدأ الطفل يقدر يكون هاي الصداقات، لأنه بيكون عنده مهارات اجتماعية أكبر، بيكون في عنده مخزون لغوي أكبر ليقدر يتواصل معهم. بس بكل الأحوال دائما، يعني هلق بهاي ال5 سنوات صحيح تركت أثر وزالت، بعدين بعمر المدرسة بيكون إلى تأثير أكثر بكتير، يعني الصداقة عم بتأثر على هذا الطفل وهذا التأثير عم بيستمر معه. هون ضروري المراقبة، ما بنقدر نختار الأصدقاء لأطفالنا أكيد بحكم غيابهم فترات طويلة بالمدرسة، لكن بنقدر نحن بطريقة غير مباشرة نتابع أمور أطفالنا طريقة محببة. دائما بركز بكل المواضيع اللي بحكيها أنه أنا أكون صديقة لطفلي، يعني بعرف كيف هو، شو اللي زعجه، شو عم بفكر، شو بحب، شو بيكره، عن طريق أسلوبي، عن طريق أسئلتي. صحيح. وعن طريق أجوبته اللي هو بجاوبها بعرف أنا كيف، شو هن الأصدقاء اللي هو عم يمشي معهم وشو هي العلاقات اللي بيناتهم. عم نحكي نحن اليوم بالمدرسة بداية العام الدراسي، بلش الطفل يكون صداقات جديدة وفي صداقات من الصفوف الأولى. قد اليوم مهمة هي الصداقة بحياة الطفل، إن كان عاطفيا وإن كان بتطوير الشخصية والتطور العقلي لعنده؟ طبعا أكيد، هلق نحن بكل الأحوال الصداقة ضرورية، لأنه هي تبعد الطفل عن شبح الإنعزال، عن الانطوائية، عن كل هاي الأمور. منلاحظة أنه الطفل لما بيدخل هو فرد ضمن مجموعة، فهو بده يكون، بنحكي عن مرحلة المدرسة، هو بده يكون مقلد بالمراحل الأولى، عم بيكون صداقات بس بتبلش هاي الصداقة عن طريق التقليد، بيقلد هدول الأشخاص. وكتير ضروري، هلأ أنا ما في أمنع طفلي أنه يلعب مع أكبر منه عمر، لكن بنفس الوقت أنا بفضل أنه يلعب مع نفس الأعمار. يلي عم نشوفه أنه الطفل لما بيروح بالأوقات بالأيام الأولى على المدرسة بصير في عنده خوف، هذا الخوف لما بيشوف رفقات بعمره موجودين معه بيقدر مثلا بصير بيشوف أنه أنتوا عم بيعانوا من نفس الوضع، عندهم نفس المشكلة، هذا الشيء بيخليه يشعره بالاطمئنان، بيشعره بالفرح أنه في أشخاص مثله عم بيعانوا نفس المعاناة.
فكتير حلو ننتبه لهذا الموضوع. موضوع انتهت مثلا مهمة الأم والأب، انتقلت للكادر التدريسي أو المرشدين بالمدرسة ينتبهوا لهدول الأطفال. يعني طفل انطوائي طبعا هذا الشيء بده يأثر على تطوره العقلي. نحن دائما نتدارك الموضوع ونكون دائما على مراقبة كبيرة مع أطفالنا. نعم. طيب خلينا اليوم نحكي عن موضوع باختيار الأصدقاء للأطفال. أحيانا في أصدقاء ممكن يتعلق فيهم الطفل وهنا يكونوا بيأثروا عليه بطريقة سلبية. خلينا نحكي عن الشغلات هي السلبية اللي بتصير من مواقف يمكن مرت عليكي، مثلا بنلاقي في علاقة غير متوازنة بين الطفلين، واحد مسيطر أكثر، واحد يمكن عم يعمل إصابة. قيادي كثير بنشوف اطفال قياديه. يعني انا اللي بدي وجهه للاهل انه نحن دائما بدنا نعرف انه طفلي مثلا طلع من البيئه اللي موجوده بالاسره، طلع لبيئات مختلفه، بده يتعلم ثقافات مختلفه، بده يندمج مع اطفال مو بالضروره يكونوا هن بنفس مستوى التربيه اللي انا عم ربيه، لكن لازم اعود طفلي انه هو عادي ممكن يسمع مثلا الفاظ نابيه، ممكن اساليب باللعب مثلا اساليب عنيفه ممكن تماما يسمعها. هاد ما لازم نخليه يأثر على طفلنا، لأنه أوريدي هو بده يطلع للمجتمع الكبير وبده يشوف هذا الشيء، ما بدنا نخليه يضعف من شخصيته. حكيت أنا بالحلقات الماضية عن الثقة يلي هي عم تبني جدار وبتمنع اختراق أي حدا، أي كلمة مثلا، أي تصرف، أي أسلوب، بتمنع اختراقه لنفسية الطفل، يعني ما بتخليه يضعف من شخصيته. وبنشوفها كثير أطفال قياديين بحبوا هن دائما يكونوا متميزين. هون دور المعلم، دور المرشد النفسي، بأنه أنا بعلمهم روح الجماعة. يعني أنا هذا الطفل ما بسلم، وكتير حلو مثلا الطفل بشو بينبسط بأنه بالعرافة بالصف، أنه أنا بستلم عرف. ما في داعي نحن نسلم واحد كل يوم، بنعمل دور لنعلم الطفل روح الجماعة مثلا القيادية، حتى بيصير الطفل أكثر هدوء، بحس بأهميته. هي يعني كتير مهمة هاي النقطة اللي ذكرتيها. طبعا دائما بيضل في ردات فعل سلبية عند الطفل، أنه ليه رفيقي ليكون هو أنا أشطر منه مثلا، أنا عندي صفات قيادية أكثر منه، فبتحسي متضايق. يعني أنا خليني أقول لك، يعني أحيانا بصير تدخل من الأهل كرمال أنه حسوا بلش في شيء بشخصيته، بلشت تتراجع. يعني أنه خلينا نعوض هذا التراجع بخليه يومين على الريف. يعني فأنت تمام. كتير ذكرتك نقطة كتير تماما أزمة هذا كتير ضروري كانت على فكرة بضل عقدي. يعني أنا لهلا بتذكر، يعني أنه بتحسي حالك أقوى. يعني أنا لما أكون قيادية، أكون مستلمة شيء أو مشرف على صف، بكون أنا بحس بالمسؤولية. تحمل المسؤولية شيء كتير حلو. لما صحيح. بتحمل المسؤولية فمعناتها أنا بدي تخف ردات فعلي العنيفة، بصير أكثر هدوء، لأنه أنا الدور ماشي مثلا، أنا ناطرة دوري. وكمان هيك بصير مو بس بالعرافة، حتى بالأجوبة عن الأسئلة اللي بتطرحها المس. ضروري نحن نخلي كل الأطفال يشاركوا بهذا الموضوع مشان ما يحس حاله الطفل أنه هو ضعيف، هو مو قادر، هو ما بيعرف. كل هاي الأمور بتكمل بعضها. طيب كتير منلاقي أطفال بيتعرضوا لإساءة مثل ما قلنا من شوي من صديقهم، ولكن طريقة الرد عم تكون مختلفة. يعني ممكن يأكل ضربة أو قتلة هيك صغيرة، يعني دفشة بالباحة وهو رفيقه، يعني نوعا ما ما بيعرف يرد له. هلا منلاقي الأهالي ممكن يقول له إذا ضربك اضربه، في أهالي أنه لا، مثلا هي ضل متمسكة بأصول التربية أنه ما لازم ترد الإساءة، حتى لا درجة التنمر يعني أو طريقة العزل مثل ما ذكرنا. ممكن يكون في واحد قيادي ويأثر على الكل، وهذا الطفل يعني يحسسوه بالوحدة أو فجأة يحس حاله منعزل. اليوم كيف لازم الأهالي يعالجوا هذا الموضوع مع طفلهم؟ شو الكلام اللي لازم يقولوا لهم اياه لحتى يجنبوا هاي المواقف؟ الدور ببلش من الاهل، انه انا مثلا عم وجه طفلي بس ممنوع قله اللي ضربك اضربه، دافع عن نفسك. يعني انا مثلا ما تعمل هيك، انه بساله انه اليوم مثلا شو الاشياء الحلوه اللي صارت معك، بجاوبني. بس صار معي مثلا انه صار في خلاف بيني وبين رفيقي، بساله شو كانت رده فعلك، انه مثلا بجاوب الطفل انه انا عملت هيك. انا عم بحكيكم عن تجارب يوميه عم شوفها عندي، عملت هيك. طيب اوكي، لا ما بصير انت تكون حركتك هيك. يعني بلعبه لعب الادوار شيء كثير مهم وضروري. يعني مثل لي انت كيف عملت مع رفيقك، بمثل لي، لا بعرفه انه انت مثلا لما بيجي حدا قبالك بده يضربك او بده يدفشك، او دافع عن نفسك. كيف بده يدافع عن نفسه اليوم ونحن عم نمنع الطفل انه يرد؟ يعني يدافع اوكي، مو بالضرب
بده يدافع بانه يوقف بطريقه بثقه بالنفس ضروري هون تماما، بده يواجه بقوه بثقه بالنفس انه انا لما طيب هلا هو الشخص الطفل يلي عم بيعنف رفقاته مثلا عم يضرب رفقاته ليه؟ لانه عم بيشوف اللي قباله ضعيف صحيح. لانه ما عم بيشوف رده فعل، ما عم بيشوف ثقه بالنفس. فانا لما اشوف لما يكون الطفل عنده ثقه بالنفس وعم بيواجه بطريقه صح او بقوه، يعني انا بنظرته ببين معي انه هو الطفل قيادي عنده قوه، فبيتراجع الطرف الثاني بهذا الموضوع او هون شوي شوي ببلش تمام. يعني او حتى نغم بدي كمان هون يعني بنفس الموضوع عقب على نقطه، احيانا الطفل ما بيعرف يرد فبيصير يبكي قدام رفقاته، وهون يمكن بتخيل اسا الاثر النفسي حيكون اكبر لانه هو لا عارف رد وهو بكي يعني، فنحن بنحاول اصعب عليه تماما. هلا انا لما بعالج طفلي بهذا الشيء وبقوي له شخصيته، طب هو ليه بكي؟ لانه هو بالاساس ما عنده ثقه بالنفس، عنده حساسيه كبيره، ما الاهل ما عم يعرفوا يتعاملوا معه بطريقه صحيحه، وبالمقابل المعلم اللي معه مثلا او المرشد النفسي ما عالج هذا الموضوع او هو كان ما بيعرف هذا الشيء. بس هو بلش شخصيته من الصغر تماما، باول 5 سنوات هون بتتكون شخصيته صحيح. بس في يعدل، يعني انا ما في يقول انه خلص هذا الشيء رح يستمر، لا، تعديل السلوك بأي لحظة ممكن، بأي عمر ممكن عدل وبأي مرحلة ممكن عدل هاي السلوكيات. بس كتير حلو أنه انتبه، يعني أنا مثلا لاحظت هذا الموقف بأول مرة بتفادى، بخلي مثلا الأهل بيجمعوا الاثنين، الطفل اللي عم بيتعدى على ابني وابني، بخليهم معلي تزيد صداقتهم مع بعضهم، بجيب هدايا للاثنين. بهذا الأسلوب بصير الطفل أنه إيه يعني، ودائما بنشوفه أنه الولد بصير بيوزع لرفقاته مثلا بسكويت خلينا نحكي أو بونبون أو أي شيء. ليه؟ لحتى يصيروا يحبوه، بفكر هو أنه هو إذا وزع هاي الأشياء عليهم أنه هو بصير محبوب، هو بصير الإضاءة عليه، يعني أنه أنا موجود شوفوني. فكمان صحيح. هاي الأساليب كتير بيتبعوها الأولى. أحياناً نشوف هدول الخلافات بتنتقل للأهل، قد شفنا الحوادث بين الأهالي كرمال يعني خناقه لا بس كبرت، يعني انه الاهل ما استوعبوا فكره انه الاطفال والطفل، يعني انا وياك متخانقه مشان اطفالنا خلينا نقول بعد شوي انهم بتصالحوا تماما، ونحن بنضل متخانقين يعني هن هي الصداقه عندهم حلم، هو حلم بسيط يعني علاقه صحيح. علاقه بسيطه بيناتهم بينسوا. فمشان هيك نحن بنقول اي خلاف بين الاثنين اذا ما يعني ما في داعي اتدخل، خلص انا بس بتفرج من بعيد. لما بصير لازم اتدخل بتدخل، بس بطريقه واعيه. يعني انا بجي طيب اوكي اجا اهل عندي مثلا انه في ولد ضرب ابني، بدي اعمل طيب اوكي رح اجيب لك الولد، شو بدك؟ طب اوكي رح اجيب لك الولد، شو بتقدر تعمل له؟ ما هو بالنهايه ولد. لا ما بصير، انا كل المشكله بتصير عندي بالروضه ممنوع تنتقل للاهل، لانه المشكله صارت عندي. لا، مشاكل الاهل ما عم ينقلوها لعندي على الروضه، والعكس صحيح. فأنا بحل مشكلتي ضمن الروضة بدون ما أدخل الأهل بهذا الموضوع، وبالعكس الأولاد بصيروا بحبوا بعضهم أكثر كل ما صار في تجارب وكل ما صار في خلافات بيناتهم. يعني ما تأخذ صديق إلا من بعد عداوة، هيك بيقولوا بصيروا بحبوا بعضهم زيادة. طيب نغم هيك خلينا نحكي عن النشاطات الاجتماعية ضمن كان دور الحضانة أو المدارس، قد ايه اليوم مهم نحن نعمم ثقافة النشاطات ونعمل هدول الأجواء اللي بتقرب الأطفال من بعضهم؟ طبعا اكيد هذا الموضوع ضروري وكلهم يشاركوا، يعني ما في انا لما بعمل فعاليه لازم يشاركوا كل الاطفال، ما في يقول هذا الطفل مثلا عنده ضعف شخصيه، هذا الطفل ما عنده جرأة ليطلع على مسرح. كثير مهم الرقص الشعبي، حلو خصوصا بنهايه العام الدراسي نختم العام الدراسي بحفلات تكون كثير حلوه الاطفال كلهم يشاركوا فيها. الأغاني الجماعية الكورال كتير مهم بحياتهم. الطفل لما بيبلش بهي المرحلة وبيتعلم مثلا بيشارك بهي الفعاليات بصير عنده جرأة أكبر للدخول بالعالم الكبير. كمان كتير بنشوف هي الحالة، حالة الغيرة اليوم بين الأطفال، يعني طفل جاب لعبة، جاب علم، جاب أي شيء، فالولد بيروح بيصير إنه يعني بده مثله هي الحالة، والأهل بيستجيبوا طبعاً إنه هو نق أو حب يجيب هاي الشغلة لأنه رفيقه عنده مثله. هي الحالة برأيك صحيحة؟ طبعاً غلط. أنا حتى أتفادى لحتى أخبركم شيء، لأتفادى هذا الموضوع عندي أنا بالروضة شو بساوي؟ ممنوع ولا أهل يجيبوا قرطاسية
لا قلم لا ألوان ولا شيء ولا شيء للولد. أنا بجيب للأطفال كل شيء مثل بعضهم. هون بصير الطفل بيعرف أنه أنا اللي عندي مثل اللي عند رفيقي مثلا، محايتي نفس محاية رفيقي. ما بصير، والأهل بيتجاوبوا لهذا الشيء، هذا الشيء غلط. أنا بدي أجيب لأبني، أوكي بجيب بخليها بالبيت، هاي شيء خاص لإله. حلو، هلا هو اكيد بحب يجيبها على الروضه، بس ممنوع يتباهى فيها قدام الاولاد، لانه في اطفال مستويات المعيشيه مختلفه بين طفل والثاني. يعني انا ما بدي، انا عم جيب شيء لابني، شيء خاص فيه، ما عليه خليه يضله بالبيت. حتى مو بس على مستوى الاغراض، على مستوى الاكل مثلا، الاكل كمان لازم نبعث قوائم بانه ما بيصير تكتروا من الاكلات مثلا الكثير غاليه. بس في شغله انا يعني بلاقيها حلوه وايجابيه اليوم، انه انا اخذ هديه لطفل الميس هي اللي تعطيها. تماما. قد ايه بتعز ثقته بنفسه؟ انا على طول بساوي هاي القصه يعني ضروريه. شوف رده فعله يعني. تماما ضروريه هي الشغله. بس حتى لما انا بدي اعطي الهديه للطفل مو قدام رفقاته، لانه كمان ممكن اهل يكونوا مو قدرانين يجيبوا هذا الموضوع. انا عم عزز قصدك الميس تعطيها؟ الميس تعطيه للطفل بدون ما يعني مو بالصف. خلينا نحكي انا شو بساوي. كمان حكيت بالحلقه الماضيه، العصفوره في على الحيط راسمين عصفوره، كل هديه بتجي بنعلقها على العصفوره عند العصفوره، وبيجي الولد بياخذها هيك للمس جابتها وللاهل جابوها، انه هو شاطر سلوكياته صحيحه. بيروح لعندها بيجيب الهديه مثلا العصفوره. العصفوره في شيء ولد بيجي ياخذ العصفوره كلها بجوز اخر شيء. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا نغم لكل النصائح اللي دائما بتوجه لنا اياها. قديش دائما بنركز فتره الطفوله هي مهمه بكل شيء بيصير فيها، بحلوه وبمره مثل ما بيقولوا، قديش رح تنعكس بالمستقبل على شخصيه هذا الطفل. اكيد هي نتاج الاهل يعني بالمحصله، يعني اللي زرعوا الاهل حيحصدوا بشبابه. اكيد بدنا نشكرك اليوم لكل هالمعلومات الحلوه، وكثير مهم نحن نضل بصباحنا غير على طول نضوي على موضوع الطفل وخاصه ضمن العام الدراسي. شكرا نغم لحضورك، يسعد صباحك. صباحكم يا رب.